وهنا متابعينا الكرام يتم عمل الصيانة الدورية لثوب الكعبة المشرفة بإزالة الأتربة والغبار. أعمال التطهير والتعقيم في المسجد الحرام لا تتوقف. هنا كما نشاهد يتم تطهير سطح الكعبة المشرفة، وهنا يتم العناية بثوب الكعبة المشرفة. وهنا كما نشاهد يتم تطهير وتعقيم صحن الطواف. فجزى الله حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.